مع التقلبات الجوية المفاجئة خاصة خلال فصل الخريف، لا يستغني الكثيرون عن المتابعة اليومية لأحوال الطقس، سواء باستعمال مختلف التطبيقات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية. في التلفازة ونقالوا يبقى نترقبوا الغد، يوم الغد كيكون داير، إلا كاين الحمان ولا كاين البرد، إلا كاين الحمان رانا قاعدين ولا كاين البرد نخرجوا. تبع ليل ونهار خاطش علاه انا نخرج صباح بكري وما ندخلش بكري، عندي مرض ندخل بكري كي تكون الحمى ندخل بكري. خريف احوال مضطربه، الجو مضطرب، ونتابع الحوايج على طريق الهاتف، تطبيق خاص بالحوايج الجويه. استعمال مختلف تطبيقات الهواتف النقاله اصبحت تساعد مستعمليها على الاطلاع على ادق التفاصيل حول احوال الطقس طيله اليوم. على الصفحه الفيسبوكيه تبعني تاع النار عندها صفحه فاني تبعها فاني تعطينا الاحوال الطقس يوميا. هذا شهر اكتوبر متقلب موس نقولوا عليه، نهار يجي نهار ريح نهار برد نهار ديجا انا راني بقريبي على جيل نهار البس ديميموس وفي الليل البرد. اهتمام كبير للمواطنين في الاونه الاخيره بمتابعه اخر التغيرات في الوضعيه الجويه يوميا وطوال ايام السنه.